السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير والنور والسرور مشاهدين الكرام على قناة الفجيرة مطلع الشمس وفي برنامجكم 7 على 7. حياكم الله في يوم جديد وفي مساء جديد. طبعا أرحب بمروة. مروة مساء النور عليك. يسعد مساك يا عبد العزيز ويسعد مساكم مشاهدينا وين ما كنتوا تتابعونا اليوم عبر قناة الفجيرة في برنامج 7 على 7. اليوم إن شاء الله بنتم وياكم للساعة 8 و10 بإذن الله بمواضيع متنوعة وإن شاء الله تعجبكم. ولكن قبل لا نبدأ بسأل عبد العزيز، شو أكثر شيء لفت نظرك في السوشيال ميديا اليوم؟ طبعاً مش اليوم، مو بأنا بس، أغلب شعب الإمارات ومقيمين في دولة الإمارات لفت الانتباه رسالة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم اللي وجهها في العام الجديد للعاملين في الحكومة. شو رأيك اليوم نتحدث عنها في بداية الحلقة يا عبدالعزيز؟ طبعاً شيء جميل، وهي رسالة لكل العاملين في حكومة دولة الإمارات وجهها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، مجموعة من الرسائل للمواطنين والمواطنات مع بداية موسم جديد للعمل والإنجاز في الإمارات. جاء فيه ما يلي: الإخوة والأخوات المواطنين والمواطنات، مع بداية موسم جديد للإنجاز في بلدنا، أحببت أن أوجه مجموعة من الرسائل المختصرة. أولا، مكان المسؤولين والوزراء هو والقادة وهو الميدان، نريد أن نراهم هناك بين الطلاب والمعلمين أو في السوق أو في السوق بين التجار والمستثمرين، نريد أن نسمع بهم بين المزارعين وعند مرافق الصيادين مع الأرامل والأمهات وعند كبار المواطنين عند المرضى وفي المستشفيات وبين الأطباء والعاملين، نريد أن نراهم هناك ونسمع منهم من هناك وليس في قاعات المؤتمرات وأروقة المنتديات التي تكاثرت واستهلكت الموارد والطاقات وطاقات المسؤولين. نحن حكومة إنجازات ولسنا حكومة محاضرات، نحن فريق من المنجزين وليس من المنظرين. فعلا يا عبد العزيز، وأتى أيضا ثانيا العبث والفوضى على وسائل التواصل الاجتماعي يأكلان من منجزات تعبت آلاف فرق العمل من أجل بنائها. سمعة دولة الإمارات ليست مشاعا لكل من يريد زيادة عدد المتابعين. لدينا وزارة للخارجية معنية بإدارة ملفاتنا الخارجية والتحدث باسمنا والتعبير عن مواقفنا في السياسة الخارجية للدولة، وأحدى مهامها الأساسية أيضا الحفاظ على 48 عام من رصيد المصداقية والسمعة الطيبة اللي بنتها الإمارات مع دول وشعوب العالم. لن نسمح أن تعبث مجموعة من المغردين بإرث زايد اللي بنا لنا من مصداقية وحب واحترام الشعوب. صورة الإمارات والإماراتي لابد أن تبقى ناصعة كما بناها وأرادها زايد. طبعا ثالثا، كثرة الشكاوي من ملف التوطين ونحن نسمعها، وانخفضت نسبة رضا الناس عن تعامل المسؤولين مع هذه الظاهرة ونحن نرصدها. توفير الوظائف للمواطنين كان وسيبقى أولوية، حالنا حال جميع الدول في الشرق وفي الغرب، ولنا وقفة جادة في هذا الموسم مع هذا الملف ومحاسبة ومتابعة وقرارات جديدة بإذن الله تعالى. بحمد الله أرقامنا في القطاع الاقتصادي في تقدم وتنافسيتنا في ارتفاع وتجارتنا الخارجية في ازدياد، ولكن لسنا من الدول التي تتحرك وفق المعدلات المتوسطة اقتصاديا. نحن دولة تسعى لتحقيق قفزات اقتصادية نختصر فيها الزمن. نحتاج في الفترة المقبلة إلى مشاريع نوعية وأفكار استثنائية للدفع باقتصادنا نحو القمة. المشاريع العقارية تحتاج إلى ضبط إيقاعها لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني حتى لا تصبح عبئا ومصدرا لعدم الاتزان في مسيرتنا الاقتصادية. طبعا خامسا، كررنا عشرات المرات للجميع أن الهدف من وجود الحكومة هو خدمة الناس، وللأسف تكثر طلبات الناس على برامج البث المباشر ووسائل التواصل الاجتماعي، ولا يوجد لبعض المسؤولين الشجاعة للتعامل مع مطالبهم أو حتى الرد على تساؤلاتهم. أعرف أن هناك تحديات ولكن التهرب منها لن يحلها. المؤسسات التي تخاف مواجهة الناس هي مؤسسات فقدت الثقة بنفسها. أطلب من الجميع احترام أي متصل بنا عبر البث المباشر أو وسائل التواصل بالرد عليها ومحاولة حل مشكلته. ليس المهم سعة الموارد بل سعة القلوب وسعة الأخلاق.
سادسا أقول للجميع تفاءلوا، فإن القادم أجمل وأفضل وأعظم. نحن الدولة الأكثر استعدادا للمستقبل، نحن الدولة الأكثر تنافسية في المنطقة، نحن الدولة الأسرع نموا في عدد المشاريع، نحن الدولة الأكثر تقدما في الإدارة الحكومية، نحن الدولة الأفضل في تبني تكنولوجيا المستقبل، والأهم من ذلك نحن دولة تملك الشجاعة لتواجه الحقائق وتراجع الحسابات، تعدل الاستراتيجيات بشكل مستمر للانطلاق بأقصى سرعة نحو المستقبل. وهذا الشيء أكيد الرسائل إن شاء الله كلنا نعمل فيها في دولة الإمارات علشان فعلا تزدهر الدولة أكثر ويكون عندنا فعلا بصمات وإنجازات في هذه الدولة العظيمة. الحمد لله بقيادة سيدي صاحب السمو محمد بن راشد، اليوم حكومة دولة الإمارات صارت من الحكومات المتقدمة صوبنا في المنطقة وحتى في العالم. لما تروحين تخلصين أي إجراء حكومي من أجمل أيضا الحكومية. الأشياء يا عبد العزيز اللي لفتت نظري هي النقطة الخامسة، دوم الشيخ سمو الشيخ أكيد محمد بن راشد دوم يقول أن خلكم إيجابيين علشان ويذكرنا أيضا بإنجازات الدولة، يذكرنا نحن دولة المفروض أن نبقى دوم الرقم واحد، فهي من أعظم الإنجازات. وأيضا إن شاء الله كلنا فعلا نستمر الدوم نوصل للرقم واحد، ولكن الأفضلية أنها هي الاستمرار. فهذه الخطوات والرسائل المختصرة علشان نبقى الرقم واحد. نعم إن شاء الله. فعلا معنا في حلقة اليوم مجموعة عمل الإمارات للبيئة تناقش الذكاء الاصطناعي والاستدامة، انتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارجة في 2019، وعدنا معرض عجمان للطوابع والعملات ينطلق غدا، وبنتحدث أكثر عن البرنامج التدريبي الرخصة الدولية للتخطيط الاستراتيجي وقيادة الابتكار، وعدنا ملتقى الفجيرة الأول للمرأة الإماراتية، والحين بنتحدث أكثر اليوم يا عبد العزيز في مواضيع متنوعة. أكيد أهمها هي تفتتح دائرة التنمية السياحية بعمان غدا الدورة الأولى من معرض عجمان للطوابع والعملات، وذلك بالتعاون مع جمعية الإمارات لهواة الطوابع. طبعا للتعرف على المزيد من التفاصيل معنا عبر الهاتف الأستاذ سعود الجسمي مسؤول قسم الفعاليات بدائرة التنمية السياحية في عجمان. مساء النور والسرور عليك. الله يمسيك بالنور والسرور يا أخوي عبد العزيز. يعني مساء أستاذ، الهدف من تنظيم المعرض هذا؟ مثل ما تعرف نحن في دائرة التنمية السياحية عندنا فعاليات متنوعة على مدار العام، وفي بداية السنة دائما تكثر عندنا الفعاليات الرياضية وبعدين مثلا الفعاليات التراثية، فحبينا ان نحن ندخل في مجال جديد اللي هو مجال الطوابع والعملات وهو جانب ثقافي. جميل. مثل ما نعرف. نعم. اليوم معرض الطوابع والعملات هو عبارة عن رحلة تاريخية. اليوم كل عملة وكل بريد يحكي قصة تاريخية صارت فعلا، ان كانت في دولة الامارات العربية المتحدة او في الدول المجاورة. المقتنيات اللي بتكون عندنا في المعرض بتكون لطوابع عملات قبل الاتحاد وبعد الاتحاد، ولدول مجلس التعاون الخليجي وحتى دول ثانية يعني في المنطقة. نعم جميل. خبرنا أكثر عن عدد المشاركين بالمعرض والدول المشاركة أستاذ. نحن إن شاء الله بيكون عندنا 60 عارض. نعم. و25 تاجر. وطبعا هم من دول مجلس التعاون الخليجي. جميل جميل جدا. نعم. يعني كم راح تكون مدة العرض هذا وهم الأنشطة اللي راح تكون موجودة إن شاء الله في هذا المعرض؟ بينطلق المعرض إن شاء الله باكر الساعة 10:30 صباحا في فندق الفيرمنت في إمارة عجمان، وبيستمر 3 أيام من 3 سبتمبر لين 7 سبتمبر. جميل جدا جميل، الله يوفقكم ان شاء الله، وان شاء الله تكون لنا زياره معكم. والله نحن نتمنى. اليوم المعرض مثل ما تقول هي هوايه، والناس اللي يمارسون هاي الهوايه هم قله في فعلا المجتمع عندنا. فعلا شكرا لك. فنحن نعم فعلا نحن بتكون عندنا دورات ان شاء الله تعالى باكر واللي عقبه حق الناس اللي حابة تتعرف على هذه الهواية بإذن الله تعالى. شكرا لك سعود الجسمي مسؤول قسم الفعاليات بدائرة التنمية السياحية في عجمان، شكرا لك. يعطيكم العافية. أهلا وسهلا. يعطيك العافية. طبعا الحين راح نروح قيمة مساء الخميس الماضي مسابقة دبل التصوير الفوتوغرافي والرسم الحر، وذلك بمقر جمعية دبل للثقافة والفنون والمسرح. المزيد من التفاصيل نتابعه في هذا التقرير.
هي تجربة كثير ناجحة، والمحاولة على مستوى دبا يعني وتشجيع الناشئة أنهم يشتغلون يرسمون وترك لهم حرية الاختيار الموضوع، ولكن تواجهنا بمستويات فيها كثير من الفكر الاستباقي. يعني بعض اللوحات تعبر عن بالفعل عن الإمارات، الفكر وش الجمال كثير ما هو الفكر أن نحن بالإمارات نبحث عن رقم واحد وجواز الإمارات ودخول الإمارات 2020 وأيضا وصولنا إلى القمر أو إلى الفضاء، شيء جميل جدا. فكر الجمعية ناجح تماما، ولكن طبعا نأمل أيضا من المسؤولين أنهم يهتمون بهذه الناشئة وتكون لهم دورات تخصصية ويكون وقتهم بإشراف فني على الأقل تقني أو شوية شبه أكاديمي، حساس يقضون وقت فراغهم بشكل جيد، ونفس الوقت تكون إن يعني بعض المواهب حتكبر مع الأيام ومع التدريب ومع هذا. هني الجمعية على الفكرة، وأتمنى أن يكون يعني بالفعل هناك الناس كل فنانين الإمارات يجون يساهمون هنا في الذات الساحل الشرقي بالذات في دبا. سعيد اليوم بمشاركتي لجنة التحكيم في مسابقة دبا للتصوير الفوتوغرافي. الحقيقة أنها مبادرة من المبادرات الجميلة جدا، ترتقي بمستوى الفكر والثقافة عند الموهوبين، وجميل أن المشاركة في هذه المسابقة بالذات كانت مفتوحة لفئات عمرية مختلفة، فلاحظنا أن في نوع من التنافس الجميل موجود ما بين جميع المبدعين المشاركين. حابة أن أخذ بإيد الجمعية أو النادي وجميع المشاركين، نقولهم أن يكثفون جهودهم أكثر في هذا المجال. جميل الاختلاط بالموهوبين والمثقفين والمبدعين، يخلق نوع من التنافس الجميل ويخلق نوع من الرقي الفكري عالي المستوى. كذلك لاحظت أن المبادرة ركزت على محاور مختلفة، ما كان في محور محدد للجائزة أو المسابقة المطروحة، فهذا فتح نوع من التنافس مختلف ما بين الفئات المشاركة. وما اقتصر مشاركتنا اليوم في التحكيم فقط في مجال التصوير، ولكن أيضا في مجال الرسم الحر أو التصوير الحر، في بوتنشل عالي، في مواهب مدفونة حقيقة ما كنا نعرف عنها اليوم اكتشفناها. حياكم الله مشاهدينا الكرام، رجعنا لكم من مدينة دبا الجميلة إلى إمارة الشارقة، ونشوف معاكم انتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة 2019 طبعا تحت تنظيم اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة. بنتحدث أكثر عن التفاصيل ويانا في الاستديو الحين سعادة أحمد سعيد الجروان، أمين عام المجلس الاستشاري في الشارقة ورئيس لجنة إدارة الانتخابات. أهلا ومرحب فيك، نورتنا. أهلا وسهلا. أهلا أستاذ، خبرنا أكثر عن اختصاصات اللجنة العليا لانتخابات أكيد المجلس الاستشاري في دولة في إمارة الشارقة. في البداية بسم الله الرحمن الرحيم، نشكركم على هذه الاستضافة، نشكر إمارة الفجيرة وتلفزيون الفجيرة على هذه يعني شاطرتنا في هذه الانتخابات. وبالحقيقة أنا يعني شفت جزء من أخباركم، الحمد لله تغطون أخبار الدولة، فلكم جزيل الشكر. هذا واجبنا وشكرا لك. الله يبارك فيك. فاختصاص اللجنة العليا اللي هي المنوطة بجميع العمليات الانتخابية من بدايتها إلى نهايتها وتشكيل اللجان الفرعية. طبعا اللجنة العليا تتكون من 7 أعضاء أو 7 جهات، اللي هي الإدارة القانونية في مكتب سمو حاكم الشارقة، والأمان العام للمجلس الاستشاري، والأمان العام للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وعندنا دائرة البلدية والزراعة وهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، بالإضافة إلى ممثل من شرطة الشارقة، وعندنا ممثل من المحكمة الابتدائية. جميل جدا. سعادتك طبعا نتكلم عن إنجازات المجلس الاستشاري في نسختها الأولى وفي التجربة الأولى كانت قبل 4 سنوات. طبعا المجلس الاستشاري انشأ في ديسمبر لعام 1999، يعني أكمل 20 سنة. لكن إمارة الشارقة شهدت الانتخابات الأولى اللي كانت في عام 2015. يعني التجربة الأولى اللي أقصد فيها اللي هي انتخابات كان في 2015. في 2015 صاحب السمو حاكم الشارقة أصدر مرسوم وتعديل قانون إنشاء المجلس بأن يكون نصف أعضاء المجلس منتخبين ونصف الآخر يتم تعيينهم بمرسوم أميري.
بالحقيقة كانت تجربة رائدة، كان العنصر الشبابي أخذ فرصة كبيرة في الانتخاب. من الإنجازات في الأربع سنوات أو الفصل التشريعي التاسع طبعا على مجالين، قانون إنشاء المجلس نص على مناقشة الموضوعات العامة لمناقشة سياسة الدوائر الحكومية، بالإضافة إلى مناقشة القوانين المحالة من الحكومة. جميل. وفي بعض الشكاوى والمقترحات اللي يستقبلها المجلس كما نصت اللائحة، هذا في الجانب البرلماني. في الجانب الآخر المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة حقق جائزتين أو شهادتين الأيزو، وحدة 9001 على 2015 الأولى في الوطن العربي كبرلمان، نعم، والثانية اللي هي 26000 على 2015 الأولى على العالم كأول مشاهد. برلمان، نعم. بالإضافة إلى يعني واكبنا توجهات الحكومة وضعنا خطة استراتيجية للمجلس. جميل جدا. خبرنا أكثر، شو هي اللجان الفرعية للجنة اللجنة العليا للانتخابات؟ نعم، هو طبعا اللجان الأساسية لجنة إدارة الانتخابات. نعم. لجنة إدارة الانتخابات تتعامل مع 9 دوائر اللي نسميها الدوائر الانتخابية، لأن الانتخابات مرسوم الانتخابات حدد المقاعد، يعني مجلس الوطن الاتحادي حدد على إمارات دولة. 7. نعم. نحن في إمارة الشارقة عندنا 9 بلديات، وتم توزيع المقاعد على 9 بلديات، 9 مدن اللي موجودة، مدن ومناطق. مناطق، نعم. عدد أعضاء المجلس بالتعديل الأخير الصادر من صاحب السمو، عدد أعضاء المجلس 50، 25 منهم بالانتخاب. فنحن تواصلنا مع الدوائر الانتخابية 9، هاي اللجنة اللي عليه الشغل اللي هي إدارة الانتخابات. بالإضافة عندنا اللجنة الإعلامية اللي حقيقة لهم جزيل الشكر اللي ينسقون وياكم ومع الجهات الإعلامية، وعندنا اللجنة الأمنية اللي تابع شرطة الشارقة، هذه اللجان الأساسية، وعندنا اللجان الفرعية اللي هي الدوائر الانتخابية. جميل. طريقة الترشح لانتخابات المجلس الاستشاري في إمارة الشارقة، كيف هي الطريقة لأي شخص حابين يرشح نفسه وهو من مواطنين إمارة الشارقة؟ أنت تتكلم عن قانون إنشاء المجلس. قانون إنشاء المجلس شروط العضوية 3 شروط، أن يكون عمره 25 سنة، المرشح لازم يكون عمره 25 وما فوق، وما فوق، ويحمل قيد الإمارة مقيم بها بشكل دائم، وطبعا يكون محمود السيرة، ما يكون مخل بالشرف. هذه شروط الترشح. لكن أنا عندي سؤال لتوضح أستاذ، مثلا واحد يكون عنده القيد من إمارة الشارقة، نعم، هو يكون ساكن في مدينة ثانية، مثلا في مدينة الذيت أو في مدينة خورفكان، نعم، أو مدينة كلبة، هل لابد أنه يترشح لإمارة يعني في مدينة الشارقة، أو ينفع يرشح نفسه من مدينة كلبة؟ هو ساكن مثلا في مدينة مختلفة عن المدينة اللي ينتمي فيها في القيد. نعم. واضح سؤالك، غير عن الجواب لنا تكلمت عن شروط الترشح، هني كيف الترشح من طريقة مدينته أو منطقته. نعم. طبعا احنا بعد بحكم 9 مناطق أو المدن في أرقام للقيد، أنا بعطيك مثال يعني، فلنفترض أن قيد خورفكان، نعم، مقيم في إمارة الشارقة، في الشارقة يعني المدينة نفسها. نعم. المدينة نفسها طبعا هنا ترجع للدائرة الانتخابية لمدينة الشارقة انهم يقبلون كمقيم، حتى لو كان قيده في منطقة اخرى يقدر يترشح على الشارقة، لان مدينة الشارقة لها 9 مقاعد بالانتخاب. نعم. وكذلك يعني وين هو سكن، حتى لو كان قيده من منطقة او مدينة اخرى، نحن نمشي على وين اقامته. يا سلام، مثلا لو كان القيد ماله من مدينة الشارقة، أيوة، لكن هو سكان مثلا خورفكان، فيحق له لو يقدم اوراقه ويرشح نفسه من خورفكان. اي نعم، طبعا هنا راح نتعامل مع عاطين الصلاحيه كلها لرئيس الدائره الانتخابيه لمدينه خورفكان، انه اذا هو يقبله طبعا ما بيرجع للجنه العليا، يرجع للدوائر الانتخابيه صلاحيه، لانهم ادرى باهل منطقتهم. نعم. اكثر منا يعني. الشرطين اللي قلتهم هم الشرطين شروط الترشح للانتخابات، ولا في بعد؟ هذه شروط العضويه. اوكي، شروط الترشح للانتخابات شو؟ شروط الانتخابات، اول شرط نحن حين نمشي في المرحله الاولى اللي هي تسجيل الهيئات الانتخابيه على المستوى الاتحادي، نزلت القائمه من اللجنه الوطنيه اللي كان مثلا اماره الشارقه 64000، يحق لهم حقين يعني، اذا كان عمره 21 ترى هو يكون ناخب. نعم. وقانون انشاء المجلس الوطني مثل مماثل قانون انشاء المجلس الاستشاري، يكون المرشح عمره يكون 25 سنه. فنحن الحين في المرحله الاولى، طريقه اماره الشارقه انت تتقدم، نحن نزلنا التطبيق، اللي يبغى يدخل وياخذ هالحقين سواء يكون ناخب او مرشح يسجل في التطبيق هذا، ومن خلاله اذا كان عمره 21 سنه
مجرد بس يصوت إذا كان عمره قانون يعني حسب قانون إنشاء المجلس 25 حق للترشح. جميل جدا. الأماكن تسجيل أعضاء الهيئات الانتخابية في الإمارة وين راح تكون؟ نحن بعد لأن التجربة السابقة كانت في ضواحي عندنا والقرى التسجيل بالحضور. هالمرة نحن ارتأت اللجنة العليا تطوير المسألة اللي هو من الجانب التقني، والحمد لله البارحة أول يوم تقريبا سجلوا 1200 شخص تقريبا عبر التطبيق بسيط جدا، بالإضافة لمدة شهر كامل يعني شهر 9 كله، بالإضافة إلى الحضور الشخصي من منتصف الشهر 9 لين نهايته في بلديات الإمارة 9. ممتاز جدا. خبرنا أكثر عن المرحلة الانتخابية الأولى والثانية. نعم نحن الحين نعيش في المرحلة الثانية. المرحلة الأولى تحدثنا يعني كيف كان إن شاء الله كان عدد أعضاء حين التغيرات اللي موجودة في المرة. التجربة الأولى كان عدد أعضاء المجلس 44 ينتخب نصهم كان 22. طرأت بعض التغييرات اللي هم شرطين. في السابق كان موظفي حكومة الشارجة يدخلون في هذه الانتخابات. انحرتينا مع الحكومة وسمو الحاكم الله يحفظه إنه عشان ما تكون في تضارب مصالح. فموظفي حكومة الشارجة حق لهم الترشح لكن في حال فوزه يعتبر حكما مستقيل. هذا الإضافة الجديدة. عدد أعضاء المجلس كانوا 44 أصبحوا 50. ممتاز جدا. إذا أنت ذكرت أستاذ أن التسجيل عبر التطبيق الإلكتروني. نعم. ممكن لو تذكر لنا كيفية التسجيل أكثر؟ هو في أب ستور وأندرويد. نعم. وفي موقع المجلس الاستشاري اسمه انتخابات المجلس الاستشاري الشارقة. عبر التطبيق ينزل هذا يدخل مثلا البيانات خلاص بس رقم الأسرة وبطاقة رقم بطاقة الهوية. ممتاز جدا. خبرنا أكثر عن كيفية تعزيز العمل البرلماني في إمارة الشارجة. والله نحن يعني نشتغل على صراحة أو أنا بتكلم عن المرحلتين يعني أنا بحكم أني في الفجيرة كلنا نمثل إن شاء الله دولة الإمارات عنده استحقاقين اللي هو استحقاق على المستوى الاتحادي واستحقاق على مستوى إمارة الشارجة. صراحة يعني نتمنى زيادة ثقافة المجتمع بدور المجلس ونحثهم على اطلاعهم على قانون إنشاء المجلس. يعني هذا الكلام موجه سواء للمرشحين أو الناخبين لأن دائما نحن عايشين في المجتمع أو شو دور المجلس وشو سوى المجلس. الناس تتوقع أن المجلس أعضاء المجلس سواء على المستوى الاتحادي أو المحلي ودهم يقدمون كل الخدمات لكن أنت يحكم قانون إنشاء المجالس هذه. فأنت عندك ثلاث سلطات في حل مشاكل كثيرة من خلال المجالس البرلمانية. هذا على خارج القبة تستلم نصت اللوائح أن تستلم الشكاوى وترفع للجهات بالله الحمد تحل مشاكل كثيرة. الشيء الثاني تناقش الجهات سواء الاتحادية عندهم أو عندنا نحن في الدول المحلية من خلال المناقشات وترفع توصية للحكومة. نعم. فالناس تتوقع أن يعني المجالس هذه العضو يطالب لكن لازم يعرف أن أنت يوم بتطالب بحق لا الحكومة أنت ترفع للحكومة أنت مجلس السلطة التشريعية. اللوم يكون للأعضاء. الأعضاء ما عليهم لوم هم يأدون اللي عليهم. ونحن عندنا تدرج الحمد لله في دولة الإمارات هذه السلطة التشريعية ترفع للتنفيذية. ساعتك لو نتكلم عن أهمية دور الجمهور في العملية البرلمانية في عملية الانتخابات اللي راح تكون مقبلة. والله نحن يعني الحمد لله مجتهدين سواء الاتحاد ومن خلالكم ومن خلال القنوات ومستعدين يعني نتحدث أكثر. ونحن حتى عندنا في انتخاباتنا أربع ورش نتحدث أكثر نوصل للجمهور. واليوم أسهل طريقة عندك اللي هي مواقع التواصل الاجتماعي من خلال مواقعنا ومن مواقع المشهورين نحاول نثقف الناس في هذا العمل. خبرنا عن حساب مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالمجلس الاستشاري. نعم. نحن في اللجنة العليا ارتئينا إنشاء مواقع في تويتر وإنستغرام ويطالع على الشاشة الحين خاص في الانتخابات المجلس الاستشاري اللي هو SHJ election بالإضافة إلى عندنا موقع المجلس الاستشاري CC شارجة. نعم. كل هذه ظاهرة الحين اللي ذكرتها سعادتك على الشاشة. نحن طبعا نتمنى لكم التوفيق ولكل الناس اللي موجودين. شو نصايح اللي بتوجهها أنت خاصة اليوم لما العملية الانتخابية مفتوحة كما ذكرت سعادتك؟ أنا ممكن ما أقصد فيها أحد معين. في بعض الناس الثقافة الانتخابية يعني يقول لك أنا ولد عمي مثلا أبا انتخبه ما انتخب الشخص الفلاني وحتى ما يعني
ما يحاول انه يقرا ملف او يقرا عمليه يعني يقرا لشخص ثاني، لا، لانه ولد عمه مترشح فخلاص صوته راح لهذا الشخص اللي من قبيلته او ابن عمه. اهم شيء يعني اهم صفه حتى نحن هذا السؤال بالفعل هذا مما لا شك، يعني كل انسان له قرايب، لكن اليوم شعب دوله الامارات شعب مثقف. المجلس الوطني يعني فوق الأربعين سنه مجلسنا في العشرين سنه، الناس اصبحت عندهم ثقافه، لكن اذا انت بتنظر للشخص انت تبغي الناس تقول لك صح، بالفعل جزء منهم ينظر للأهلية والقرابة اللي موجودة، لكن هو بالحقيقة أنت تبغي الشخص اللي يؤدي الأمانة. يؤدي الأمانة كيف؟ يعني ما أني كم أربع سنوات في المجلس يعني ما يطلع منه، مو بشرط بالمناقشة بالشدة، ترى مناقشة المجلس أنت ترفع مقترح، الفكرة كلها هذا البرلمان يتكون من 40 شخص اللي هو المجلس الوطني الاتحادي، ونحن عندنا 50 شخص، أنت تأخذ أفكار 50، مو بالشرط أنك تكون أنت إنسان يعني تكون في شدة، لأن أنت والحكومة واحد في النهاية، كلنا نتفق على التطوير. فنحن ننظر إلى أو نطلب أو من المرشحين اللي بيدخلون أو اللي بيصوتون، أنت تبغي الشخص اللي يعني يتحدث عن المواطن، ومو بشرط بس عن المواطن، عن الأفكار التطويرية لمساعدة الحكومة فعلا. نعم، هل يجوز لعضو الهيئة الانتخابية التسجيل في أي دائرة انتخابية على مستوى الإمارة؟ نعم، طبعا الحين احنا عبر التطبيق صح انه بيدخل انه هو مقيم في هذه المنطقه، لكن اود ان انوه ان في يكون تدقيق مرتين، هو صح انه سجل عبر التطبيق، بس الدائره الانتخابيه هي لها الصلاحيه في قبوله، هي لها الصلاحيه في قبوله، هل تحسب ان احمد من اهل الخرفكان او لا؟ نعم، فبيوصل مسج انه تم قبوله او فعلا. نعم. شكرا لك سعادة أحمد سعيد إياك. الجروان أمين عام المجلس الاستشاري في الشارقة ورئيس لجنة إدارة الانتخابات، شكرا لك ووفقين الله، ما قصرت وشكرا جزيلا. شكرا لك. مشاهدينا الكرام، فاصل بعد راح نواصل، خليكم معنا يعني. حياكم الله مشاهدينا الكرام، رجعنا لكم من بعد هذا الفاصل. طبعا ناقشت مجموعة عمل الإمارات للبيئة الذكاء الاصطناعي والاستدامة في جلستها الحوارية الرابعة. بنتعرف أكثر عن تفاصيله يعني الحين عبر الهاتف مباشرة الأستاذة حبيبة المرعشي رئيس مجموعة عمل الإمارات للبيئة. يا هلا مرحب فيك. هلا أستاذة حبيبة، يا هلا مرحب فيك. أهلا وسهلا أختي مروة، كيف الحال؟ الحمد لله. خبرينا أكثر أستاذة عن الحلقة النقاشية للذكاء الاصطناعي والاستدامة. شكرا أختي مروة. طبعا نحن في مجموعة الإمارات البيئة يعني درسنا على تنظيم جلسات حوارية كل تقريبا شهر شهرين كذي. نعم. ونطرح المواضيع المهمة، المواضيع الساعة يعني. فمن المواضيع اللي طرحناها وهي مواضيع جديدة يعني موضوع الذكاء الاصطناعي والاستدامة. نعم. هل في فعلا في ربط في الموضوع هذا؟ هل نحن متوجهين للنقطة هذه؟ فالحمد لله يعني من الأمور اللي تم مناقشتها أن موارد الكرة الأرضية موارد محددة، بس القابليات البشرية غير محددة. نعم. فإذا نحن انتقلنا إلى نبغي نحقق النمو والبيئة المستدامة، لازم نستغل قوة البشر أكثر قوة، يعني وين يكمن قوة البشرية؟ صحيح. في الاستشراف، الإبداع، الابتكار. جميل. هذه الأشياء ما بتحصليها في الذكاء الصناعي، هذا اللي بتحصليها في مخ الإنسان. فعلا. صحيح. أستاذة حبيبة، لو تذكرين لنا أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. طبعا في عندنا 17 هدف، وتحت الأهداف هذه في غايات أيضا، نقاط تقريبا 169 نقطة غطت كل ناحية من مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وكل النواحي. فتشجع الحكومات، المؤسسات، حتى على المستوى الفردي أن نفهم الأهداف هذه ونتبناها كل بما يتناسب مع احتياجاتنا وطريقة حياتنا. يعني صحيح. مثلا نحن في مجموعة الإمارات وايد نركز على الهدف رقم 12 اللي هو الاستهلاك والإنتاج. جميل. المستدام. جميل. نركز على الهدف رقم 4 توفير التعليم للجميع. جميل. ونتكلم عن التعليم المستدام. نتكلم عن الهدف 13 اللي هو تمكين الإنسان عشان يحارب تغير المناخي ويشتغل على تغير يعني المناخي.
وايد نشتغل على هدف 17 اللي هي تدعو إلى الشراكات الفاعلة، وأصلا شغلنا كله مبنية على الشراكات الفاعلة والمتداخلة بين الشرائح المجتمع المختلفة. كانت المنصة هذا طبعا كيف نحن نحافظ المحافظة صحيحة على البيئة، وشو وكيف نعتمد على الذكاء الصناعي وعلى المعلومات المتوفرة. نعم. طبعا اليوم التكنولوجيا يدخل في كل شيء، يعني ما في شيء نستغني فيه عن التكنولوجيا. أستاذة حبيبة، مدى أهمية الاهتمام والتركيز على الذكاء الاصطناعي هذا؟ شوف اليوم في تغييرات يعني كثيرة على الساحة العالمية، خاصة إذا جالست التغييرات البيئية اللي حاصلة. نعم. فإذا مش موجودة عندنا الداتا اللي نبغيها، نقدر نحللها، نقدر نراقبها، نقدر نخزن المعلومات هذا، نرجع لها برغبة بكبسة زر بس. صحيح. فإذا نبغي مستقبل مستدام لنا ولأجيالنا، نتعلم لازم احنا اصلا نعلم الاجهزه هذه كيف شو معنى الاستدامه. صحيح. اذا علمنا الاجهزه شو معنى الاستدامه بتقدر تساعدنا في تحقيق التنميه المستدامه للبشريه والكره الارضيه. شكرا لك استاذه حبيبه المرعشي، رئيس مجموعه عمل الامارات للبيئه. ما شاء الله المواضيع الطول، وان شاء الله بنستضيفك ويانا في برنامج 7 على 7. تسلمي. نتحدث شكراً. عنها باسهاب اكثر. شكرا ان شاء الله. تسلمي. شكرا. والحين بنروح للفجيرة للفنون الجميلة اللي تختتم برنامجها الصيفي صيفنا فن مساء الخميس الماضي، وتضمنت أنشطة الأكاديمية خلال البرنامج الصيفي اللي أقيم في مقر الأكاديمية والمجالس المجتمعية ورشا فنية متنوعة وفنون مسرحية وغناء وباليه وغيرها من الأنشطة. طبعا وشاركت أقسام الأكاديمية في الحفل بعروض وفقرات متنوعة، للمزيد في هذا التقرير. طبعا حفل هو حفل اختتام فعالية مبادرة صيفنا فن واللي أطلقناه من بداية شهر 7 إلى نهاية شهر 8. طبعا نظمنا ورش فنية خلال الفترة هذه في مقر الأكاديمية، وأيضا نظمنا ورش فنية في المجالس المجتمعية في منطقة وحلا وحبحب والسيجي. اليوم أي هو نتاج هذه المبادرة من أعمال الطلبة الفنية في الفنون البصرية، نتكلم في القسم الموسيقى، نتكلم في قسم الفنون المسرحية، واليوم إن شاء الله في الحفل راح نعرض بعض المشاهد لقسم الفنون المسرحية، وأيضا لبعض طلبة قسم الموسيقى اللي هم بدوا معانا من فترة المبادرة. هذا الصرح الحضاري الجميل يلي هو فعلا ومن دون مبالغة هو منارة يضيء المنطقة فنا وأدبا وموسيقى ومسرح. طبعا هذا كله بفضل الرعاية الكريمة من سمو الشيخ محمد ولي عهد الفجيرة، والشكر أكيد موصول للأستاذ علي مدير عام الأكاديمية. طبعا أكاديمية الفجيرة بكافة أقسامها طبعا مشاركين بحفل ختام فعالية صيفنا فن، خاصة قسم التمثيل والمسرح اللي هو من أجدد الأقسام اللي افتتحت في الأكاديمية، تقريبا عمر القسم بحدود الشهر ونص أو شهرين. بس مع ذلك النتائج اللي وصلنا لها بهذا القسم الحمد لله كانت بمدة قياسية جدا، مدة قياسية جدا. هذا كله بفضل طبعا الجهد المبذول من القائمين على هذه المؤسسة التعليمية الراقية. طبعا تحت رحاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، احنا اقمنا الدورة الثانية لدورة صيفنا فن. الفكرة ان هي اعطاء ورش في المجالس التابعة لامارة الفجيرة، من ضمنها اوحلا سي جي وحبحب بالضبط. الهدف هو توعية جيل ومثقف واعي دارك للفن والفنون الموسيقية والفنون بصورة عامة.
تمت يعني الورش بطريقة يعني كانت إيجابية جدا ولاقت إعجاب من جميع الحاضرين وجميع المتعلمين، جميع اللي أخذوا أفكار عن الآلات الموسيقية وبقية الفنون الأخرى اللي تختص بالبيئة الأكاديمية. ساهمنا بهذا الموضوع داخل الأكاديمية نفس الوقت، يعني إن هي الأقسام كلها بصورة عامة راح تطلع بشيء مغاير عن الحفلات السابقة. طبعا هي الأكاديمية يمكن تعمل رابع حفلة للطالب، الهدف منه هو تشجيع الطالب ودعم للطالب، فتكون الفقرات كلها بشكل مختلف، بيانو حيطلع بستايل مختلف عن الحفلات السابقة. القانون أنا يعني كونت 6 عازفين اللي هي مشروع أوركسترا لآلة القانون، حتكون يعني 6 عازفين حيقدمون فقرة طبعا مع اختلاف المستويات، لكن احنا بجهدنا ومثابرتنا خليناهم يكون كلهم مستوى واحد، وإن شاء الله كل الفقرات اللي موجودة والحفل يكون ناجح بحضور الجمهور. البرنامج التدريبي الرخصة الدولية للتخطيط الاستراتيجي وقيادة الابتكار نظمه مركز نيفادا للتدريب والاستشارات بالتعاون مع مركز ضاحي خلفان للملكية الفكرية. طبعا للمزيد من التفاصيل معنا في الاستوديو الدكتورة سلام العيسى، مستشارة التميز والتطوير المؤسسي. يا مساء النور والسرور. أهلا وسهلا فيك. كيف الحال؟ إن شاء الله طيب. الحمد لله. دكتورة، تكلمنا عن البرنامج التدريبي الرخصة الدولية للتخطيط الاستراتيجي وقيادة الابتكار. بخصوص برنامج الرخصة الدولية للتخطيط الاستراتيجي وقيادة الابتكار، طبعا هو جاء من نهج تطور المجتمع بشكل عام. جميل. وأهمية الابتكار والتخطيط الاستراتيجي على مستوى الدول بشكل عام، إن كان محلية أو دولية أو عربية أو أجنبية. بخصوص هذا البرنامج احنا حققنا فيه، خلينا نذكر اللي هي استراتيجيات الدول بشكل عام وخصيصا دولة الإمارات العربية المتحدة، بذكر الشيخ محمد بن راشد الله يحفظه إن شاء الله، بموضوع أن الابتكار ليست شيء مفروغ منه، هو ضرورة من ضرورات الحياة وليست محدد بزمن معين. فعلا. يعني هو عبارة عن رحلة مستمرة كرحلة ابتكار وتخطيط استراتيجي، وبناء عليه طبعا تم عقد اجتماع بعصف ذهني شديد من ناحية المستشارين الموجودين في معهد نيفادا بشكل عام على إنشاء اسم البرنامج هذا وعلى وضع الأهداف الخاصة فيه والاستراتيجيات اللي هي ممكن تطبق لهذا البرنامج وآلية تطبيق البرنامج إن كان على أرض الواقع أو حتى كبرنامج تدريبي بشكل عام. ومن هذا المنطلق طبعا تم اعتماد البرنامج كرخصة دولية بشكل عام. وما ننسى في الذكر أن كلمة رخصة دولية تحدد هي لأكثر من تخصص وليست لتخصص واحد، ولذلك وضعت كرخصة دولية اللي هي تجمع ما بين التخطيط الاستراتيجي ما بين عملية الابتكار بشكل عام. وكان طبعا الشكر الأول وبالأخير لدولة الإمارات لاستضافة هذا البرنامج على أرض إمارة دبي، والشكر الآخر للمعهد اللي هو كمركز نيفادا على الدعم اللي كان لآلية تنظيم البرنامج واعتماده حتى في هيئة المعرفة والجهات المعنية كاعتماد طبعا، والعديد من الجهات المنظمة اللي هو كانت مشاركة في تنظيم هذا البرنامج. نعم. دكتورة سلام، خبرينا عن المحاور الرئيسية للرخصة الدولية للتخطيط الاستراتيجي وقيادة الابتكار. طبعا بالنسبة للمحاور، هي تعددت المحاور في هذا البرنامج بكثر الأهمية اللي موجودة فيه، ولكن رح نختصرها في محورين أو 3 يعتبروا رئيسيين. طبعا جاءت أهمها في موضوع اللي هي التخطيط الاستراتيجي وتأثيره كابتكار مؤسسي واشتراكهم في عملية التميز أو التطور المؤسسي في المؤسسات المحلية أو الدولية. بالإضافة إلى ذلك جاء أنه هو عملية ريادة الأعمال اللي بتصير في المؤسسات واكتشاف الموهبين والمبتكرين، بالإضافة إلى أن التخطيط الاستراتيجي فعليا هو منهجية عالمية المفروض أن نحتذى فيها بالمؤسسات وتكون هي فعليا الرؤية المستقبلية لتحقيق اللي هي الاستراتيجية المطلوبة إن كان على مستوى مؤسسة أو حتى على مستوى الدول بشكل عام. ممتاز. دكتور، اليوم لما نقول شو أهمية الاستراتيجية والتخطيط الاستراتيجي للمؤسسات أو حتى للشركات؟ بالنسبة لأهمية التخطيط الاستراتيجي للمؤسسات أو حتى للشركات، خلينا نختصرها بمختصر مفيد: دون وجود تخطيط استراتيجي يعتبر الإنسان فاقد الحياة بشكل عام، لأن هي فعليا هي الرؤية المستقبلية إن كان للشخص على مستوى كموظف أو حتى على مستوى المؤسسة. فصعب أن إحنا اليوم نحقق نهج دول أو مؤسسات ونطلب العالمية بشكل عام والمراكز الأولى ونحن فعليا التخطيط لا يوجد
في مؤسساتنا أو لا يوجد عند الأشخاص. ولهذا السبب طبعا إحنا دائما بنركز على أهمية وضع استراتيجيات معينة بمراحل معينة، إن كان على مستوى الموظفين كموظفين أو حتى على مستوى الإدارات والمؤسسات، فلها أهمية جدا كبيرة للوصول حتى للمنافسة ما بين المؤسسات وحصد عدد من الجوائز المحلية أو حتى الدولية. دكتورة سلام، خبرينا عن مراحل التخطيط الاستراتيجي أكثر. مراحل التخطيط الاستراتيجي هي تختصر في 4 مراحل بسيطة جدا، تعتبر التفكير والتخطيط، تنفيذ والتطوير. بشكل عام لما أنا أطلق على شخص أو مؤسسة أن هي طبقت استراتيجية أو خططت في علوم استراتيجية معينة وحصدت النجاح اللي هو مطلوب منها، فهي يجبر من كل إدارة أو كل مؤسسة تحقيق 4 مراحل بدون استثناء. والصعب جدا أن إحنا نستثني مرحلة عن الأخرى، لأن في عنا مرحلة تضع لنا الرؤية وفي عنا مرحلة تضع لنا اللي هي التطبيقات العملية، فبالتالي قد يكون الأهمية اللي في التخطيط الاستراتيجي كمراحل لا تبدأ مرحلة عن مرحلة، هما كلاهم متوازي بنفس الخطوة في نفس النهج. ممتاز. في نماذج عالمية معتمدة للتخطيط الاستراتيجي؟ نعم طبعا، بخصوص النماذج العالمية المعتمدة بالتخطيط الاستراتيجي هي تعتبر عدد كبير وهائل، يعني وجدت عدد ما يقارب 20 إلى 25 نموذج، ولكن بشكل طبيعي عرضنا في أثناء البرنامج البعض منها واللي هو يستخدم كأكثرية في المؤسسات الحكومية حصرا، اللي هو سوات واللي هو فعليا فورد واللي هو ستيمتر ويعني العديد منها، وطبعا كنماذج لا يمكن حصرها في استخدام واحد، يعني المؤسسات اللي هي حابة تكون لها نجاح وتحصد نجاح عالمي المفروض يكون لها جمع ما بين العديد من النماذج واختصارها وبلورتها في نموذج خاص في طبيعة عمل المؤسسة. نعم. فبالتالي النماذج لا تعد ولا تحصى لا كمسميات ولا حتى كأهداف ومحاور ورؤى. نعم. خبرينا أكثر عن المتطلبات الرئيسية لإدارة التميز. المتطلبات الرئيسية لإدارة التميز هي نقطتين أساسيات، يعني مستحيل الفصل ما بيناتهم. أولها هي وجود نظام استراتيجي مميز للتخطيط ووضع التطبيقات العملية لعملية التخطيط، بالإضافة إلى ذلك أن يكون هناك أهداف ورؤى ورسالة خاصة في المؤسسة. طالما اجتمعت 4 متطلبات هذه فيعتبر أن فعليا التميز المؤسسي حقق. يجب أن يكون هناك توازن ما بين 4 جزئيات، الرؤية والرسالة والأهداف، بالإضافة إلى نظام يوضح تحقيق الاستراتيجية وليست فقط تخطيط للاستراتيجية، لا يوضح آلية تحقيقها وآلية تطبيقها في المؤسسات. فحالما طبقت هذه النماذج يصبح أن في النهاية المؤسسة حصلت على التميز المؤسسي، وقد تكون حصلت حتى على تميز في مستوى عالمي أكثر. في تقريبا لو تكلمنا، هل في صفات يجب أن يتمتع بها المدير ليحقق يعني ليقدر يسوي استراتيجية؟ اولا استاذي بخصوص الاستراتيجيه او الاشخاص اللي بيضعوا استراتيجيه، احنا بنفضل ما نطلق عليهم كلمه التميز، يعني احنا لا نطلق عليهم مدراء، احنا نطلق عليهم قادة استراتيجيون بشكل عام، يعني حتى يمكن في حقوق اللي هي التميز او الاستراتيجيات بشكل عام لغه فكره اللي هي كمدير هي اصبحت قادة وليست مدير، بحكم انه هو من احد الصفات اللي لازم هو يكون يتعايش مع اللي هي مشاركه وقبول راي الاخر، فهذه من صفات طبعا القادة، بالإضافة إلى ذلك أن يكون عنده العفوية والحماس، أن يكون عنده العنصر الريادة بشكل عام، عنصر اللي هي الاستدامة وحب اللي هي الشغف أو الحب المبادرة والمجهود اللي هو ممكن يبذله، عدا عن ذلك اللي هو احترامه للوقت بشكل عام، بحكم أنه هو يكون فعلا قادة استراتيجيين يحتذى بهم المثل يعني. دكتورة سلام، الأهم من التميز المحافظة على التميز استمرارية التميز الإداري، خبرينا كيف يتحقق هذا الشيء؟ استمرارية التميز الإداري يتحقق فقط في وضع رؤى مستقبلية للمؤسسات وللأفراد القائمين عليها، بالإضافة إلى ذلك أن يكون هناك نموذج معين ورؤية معينة في موضوع وضع واستثناء وتخطي المشاكل اللي هي بتواجهنا كمؤسسات. لأن بالعادة نضع استراتيجية ولكن في المقابل يكون عندنا مشاكل معينة، فبتقف الاستراتيجية هاي عند تحقيق نوع معين، فطالما وجدت استراتيجيات معينة ووجد لها نظام معين فيفضل عندنا فقط اللي هو الرؤى الاستراتيجية المستقبلية اللي احنا ممكن نضعها ونضع لها حلولها بحيث ان احنا نواكب التطورات اللي هي بتصير. صحيح. دكتور لو ذكرنا، هل في خطوات مطلوبة للوصول لدولة المستقبل او التطور؟
والله الخطوات كثيرة، ولكن أساسها مثل ما ذكرت لك اللي هو الواحد يكون عنده ما يسمى باستشراف المستقبل اللي هو التطلع. ويمكن الدول عندنا بشكل عام ذكرت ما يسمى باستشراف المستقبل وذكرت الاستدامة وذكرت حتى المسرعات الحكومية، وغالبية مفهوم المسرعات الحكومية بيكون مفقود عند البعض. دولنا بشكل عام رؤيتها واستراتيجيتها واضحة، وضعت نهج معين، وضعت رؤية مستقبلية معينة، ولكن المطالب منا إحنا كمؤسسات عشان نرفع قيمة دولنا أكثر يكون عندنا فعليا تطبيق لهاي الرؤية الاستراتيجية. يعني ما يقصد في المسرعات الحكومية هو أنك أنت تسبق رؤية الدولة في عمليات التطبيق، وليس تسبقها في عمليات أنك أنت حتوصل لنفس المستوى في السنين المحددة، لا، هي سبقية في عملية التطبيق اللي هي مطلوبة من المؤسسات بشكل عام. ذكرت الحين الأنظمة الذكية لاستشراف المستقبل، شو أهميتها وشو أهمية التكنولوجيا فيها؟ تمام، هذا سؤال صراحة احنا بنحبه كثير، لأن تقبل البعض من أشخاص في موضوع اللي هي التكنولوجيا ممكن يكون فيه عدم توازن حتى في الثقافة المؤسسية اللي بتكون موجودة. ولكن طبعا التكنولوجيا المعلومات والأنظمة الذكية بشكل عام هي أحد الأمور والقطاعات الحيوية تعتبر، ولها تأثير جدا كبير على موضوع استشراف المستقبل، خصوصا دخول الذكاء الاصطناعي ودخول الآيباد ودخول التليفونات. فبالتالي أهمها يعني ممكن يأثر على المؤسسة أن احنا أصبحت في بعض المؤسسات عندنا لا يوجد ورق ولا يوجد حتى إدارات فيها بدون أشخاص بدون عنصر بشري. فأصبح التكنولوجيا لها تأثير جدا كبير على أن تكون المؤسسة فعليا ذكية كاملة، ما فيها أشخاص، ما فيها أوراق، ما فيها أي شيء. فطبعا وجود التكنولوجيا لها أثر جدا كبير إيجابي، وضمن ضوابط معينة وتشريعات معينة وضعتها كل دولة على حسب الاحتياج وعلى حسب القوانين المتوفرة في الدولة. ممتاز. لو أنا ومروة بغينا ناخذ الرخصة الدولية للتخطيط، كم المدة وكيف ممكن أن يكون؟ تمام، بخصوص لازم تحضروا معنا، هي موجودة طبعا رخصة إن شاء الله تعاد بإذن الله في شهر سبتمبر بناء على طلب الكثير. يعني هذا يمكن أول مرة نعلن عندكم على التلفزيون أنه تم تحديد موعد حديث للرخصة الدولية في تاريخ 29 سبتمبر إذا الله راد. ولكن هي حتى الإنسان يتخطى فعليا الرخصة الدولية هو المفروض يتخطى 36 ساعة في موجب 5 أيام، تكون مكثفة فعليا موزع المحاور على 5 أيام. بخصوص أنك أنت تتخطاها وتحصل عليها كرخصة دولية، طبعا البرنامج يتخلله تطبيقات عملية بحدود 85% أكثر من الأمور النظرية. ليش التطبيقات العملية؟ حتى يتم نقل هاي التطبيقات على أرض الواقع في المؤسسات وفي الدولة بشكل عام. طبعا الأشخاص اللي بيتم منحهم الرخصة الدولية بيكون في لهم عملية تقييم خلال 5 أيام كاملة من قبل فريق المدربين ومن قبل الفريق الاستشاري الموجود في المركز. ممتاز، شكرا لك دكتور سلام العيسى، مستشار التميز والتطوير المؤسسي. شكرا لك. العفو، بالعكس، يعطيك العافيه. الله يعافيك. الله يسلمك. طبعا مشاهدينا الكرام، فاصل وبعدها راح نواصل، خلوكم ويانا. حياكم الله مشاهدينا. تفضلي. لا والله تفضل. حياكم الله مشاهدينا الكرام، طبعا رجعنا لكم بعد هذا الفاصل. انا اعتذر لك مروه يمكن الحماس، لا بالعكس. طبعا بتكلم عن ملتقى الفجيره الاول للمراه الاماراتيه واللي كان تحت شعار المراه رمز التسامح، بتنظيم من جمعيه الفجيره الاجتماعيه الثقافيه بالتعاون مع غرفه التجاره وصناعه الفجيره. للمزيد من التفاصيل ويانا في الاستديو الدكتوره وفاء احمد الخديم العنتلي، مدير منصه الترابط التابعه لجمعيه الفجيره الاجتماعيه. اهلا، مرحبا فيك. أهلين، هلا، مساء الخير. خبرينا نبذة عن ملتقى الفجيرة الأول للمرأة الإماراتية. طبعا كان الملتقى بمناسبة يوم المرأة الإماراتية اللي صادف تاريخ 28 من أغسطس من كل عام. فكرة الملتقى أن إحنا نجمع نساء متميزات من الفجيرة أو من الإمارات بشكل عام، ونجيبهم يتكلمون عن تجاربهم. في كانوا ويانا ناجحات، في مسؤولات، وفي أيضا أديبات وكاتبات. نعم. جميل، لو تكلمنا عن فكرة إقامة الملتقى هذه، من وين جبتوا الفكرة هذه؟ علشان نتكلم عن الفكرة لازم أول شيء نتكلم عن شيئين، اللي هو سبب اختيار تاريخ 28 أغسطس من كل عام يوم المرأة الإماراتية، اللي هي بمناسبة الاتحاد النسائي اللي هو تترأسها الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات. نوجه لها تحية جدا كبيرة لأنها هي قدمت دعم كبير للمرأة الإماراتية. نعم. شو تضيف مشاركة النساء اللي تركوا فعلا بصمة جميلة ومتفردة في الملتقى؟ العديد،
لأن إحنا حاولنا نجمع مجموعة من النساء، حتى أمهات الشهداء، زوجات الشهداء، نساء من أصحاب الهمم، بس تركوا يعني تغلبوا على إعاقتهم وتركوا بصمة كبيرة. ما شاء الله عليهم. فحاولنا نستقبل هالناس كلهم أو النساء كلهم في الملتقى. نعم. دكتورة، كيف تشوفين مدى ضرورة إن نحن نركز اليوم على إنجازات المرأة ونسلط الضوء عليها ونحطيها في المؤتمرات أو المنتديات ونبين، يعني وين الضرورة اللي تشوفين؟ هل ضرورية جدا لهذه الدرجة؟ هي ضرورة جدا كبيرة، لأن خصوصا مع الاتجاه العالمي نحو المساواة بين الجنسين، أنشأت دورة الإمارات العربية المتحدة اللي هو مجلس التوازن بين الجنسين، وهذا المجلس لإنجازات كبيرة من ضمنها حاليا، يعني إحنا في بداية الملتقى حتى تحدثت الأستاذة سلمى عن الموضوع وقالت أن حاليا حتى انتخابات المجلس الوطني أن نصف المقاعد للنساء، فهي كلها إنجازات شو المجلس التوازن بين الجنسين. أهمية وضرورة نفس هالمؤتمرات أنها هي تسلط الضوء على المرأة الإماراتية. كانت عندنا من ضمن الجلسات يعني واحدة في الموارد البشرية في وزارة الصحة، هاي شو قصتها وليش كانت موجودة معنا؟ قصتها أنها 3 سنوات مع ولدها ويايبينها معانا لأنها هي بتتبرع له في بكليتها، يعني أول ما يوصل عمره 5 سنوات، فهاي تعتبر امرأة منجزة يعني بغض النظر عن مضحية أيضا. أيوة، فعشان شي هي كانت معانا موجودة في الملتقى. دكتورة، ماذا تضيف دعم القيادة الرشيدة للمرأة؟ أكيد أضافت لنا الكثير، يعني لأن هالشي يشجع المرأة الإماراتية أنها تقدم أكثر. يعني قبل كانت المرأة الإماراتية يعني تطمح أنها تحصل على وظيفة، حاليا لا، المرأة صارت تطمح أنها تكون في الجانب السياسي أو حتى الجانب الاقتصادي. كانت عندنا حصة الغرير، كانت يعني مصارف وبنوك، يعني الإمارات المرأة الإماراتية بدأت تكون في كل المجالات. نعم. صحيح. دكتورة، كيف توصفين حضور المرأة في الوقت الحالي في دعم الوطن اليوم؟ نشوفها في عدة مجالات، نشوف الدكتورة، الطيارة، المهندسة، المقاتلة، حتى صحيح. في الميدان، في مختلف المجالات هي موجودة. طبعا ظهور المرأة بهالطريقة هذا يأتي بدعم القيادة الإماراتية. وجود المرأة في كل هالمجالات كان أمر محتوم، احنا متجهين له وبقوة، يعني لأن الإمارات طبعا رايحة للمستقبل، فوجودها في كل هالمجالات اللي انت ذكرتها هذا كان امر محتوم، كان مساله وقت فقط يعني. نعم. استاذه، خبرينا اكثر عن الجلسه الاولى في الملتقى واللي كانت المراه الاماراتيه بين صناعه الذات وخدمه الانسانيه. هي الجلسه الاولى في الملتقى حاولنا ان نسلط الضوء على النساء اللي كانوا موجودين معنا. اول شيء رمسنا على نجاحاتهم، كانت يعني عندنا نساء متفاوتات في الاعمار، يعني حتى واحده كانت معنا الاستاذه مريم مخلوف، نوجه لها تحيه، كانت تقول إن هي في السن اللي هي كملت في دراستها الجامعية وتوظفت كمعلمة كانوا نظيراتها يتزوجون في سن مبكرة، لكن هي أبوها، حتى إحنا نوجه تحية للرجل الإماراتي، لولا رجل الإماراتي أيضا ما وصلت المرأة. صحيح. الإماراتية أبوها شجعها على التعليم وإكمال دراستها، وحاليا هي ما شاء الله عليها موجودة في المجال من 25 سنة. نعم. عرضتوا إنجازاتهم علشان يكون لهم حافز؟ عرضنا إنجازاتهم وعرضنا الجانب الآخر منهم، يعني هي بين صناعة الذات اللي هي كيف وصلت أو كيف. نعم. تميزوا لدرجة أن احنا استضفناهم. الشيء الثاني الجانب الإنساني منهم، دائما احنا نشوف المرأة ناجحة، المرأة القوية، المرأة اللي استطاعت أنها تكون مسؤولة، اللي تدير ممكن. صحيح. مؤسسة كاملة أو مدرسة كاملة، لكن هذا الجانب الآخر، الجانب المخفي، الجانب الإنساني من هؤلاء الناجحات، هذا اللي حاولنا نسلط عليه الضوء. نعم. في الجلسة. ممتاز. الأولى. دكتورة، اليوم المرأة تواجه تحديات وعقبات لا توصل لهدف معين أو توصل لغاية، مثل ما ذكرتي قبل كان همها أن تتوظف، اليوم هنا هي صارت قيادية، كيف ممكن تواجه هذه العقبات اللي قبل لا توصل وتصير للي تبغيه؟ يعني التحديات موجودة في كل زمان ما كان، حتى الشيخ محمد بن راشد يواجه تحديات يومية في كتابة قصتي. شو قال؟ قال إن الغزالة والأسد يقومون كل يوم الصبح وباثنينتهم يركضون، الأسد يركض إنه عشان يصيد الغزالة، والغزالة تركض خوفا من الأسد، وهم في صراع مستمر، فأنت اختار هل تكون غزال أو أنك تكون أسد. فهي التحديات موجودة حتى بالنسبة للقادة، ولكن إن إحنا كيف نتغلب عليها؟ لأن في
في أشياء اسمها في المجتمع، ممكن صورة المجتمع للمرأة، يعني عموما يالسة تتغير، فالتحديات موجودة للجميع. نعم، خبرينا أكثر عن قدرة المرأة في تحقيق طموحاتها، الرغبة في التغيير، الوصول لأحلامها وأمنياتها أيضا. الإصرار طبعا أول شيء خوف الأهل على المرأة ممكن أحيانا يعيقها، يكون عائق. صحيح، فهي إذا حاولت تتوازن أو قدرت تتوازن بين إن يا أسرتي أنا موجودة وأنا أستطيع وأنا قادرة، من هنا يبدأ الانطلاق للمرأة. فأول شيء لازم هي تتغلب على العقبات اللي تواجهها بطريقة متزنة، طريقة أنها هي بعد أنها ما تكون ضد المجتمع، تكون أخلاقيا مع المجتمع وتكون في نفس الوقت مع ما يريده القادة منها. فإذا هي أحدثت هذا التوازن إن شاء الله بتنجح وبتنطلق وبقوة أيضا. دكتورة، لو نحن نقول مش خوف الأهل، حرصهم على هذه البنت. أحيانا البنت ممكن تكون صغيرة، يعني صحيح، عندها دوافع وعندها مثلا أهداف، لكن هي الدوافع هذه تكون أكبر عن عمرها. تحصلين البنت تكون مستعجلة أنها تبي توصل لهذه الأحلام وتبي تحقق الأمور هذه، تندفع وبعدين لما تواجه المجتمع وتواجه أول عقبة تفشل، بعدين ترجع لأهلها. فتوج شو رسالتك للبنات اللي عندهم اندفاع قوي؟ تخلق توازن، وبنفس الوقت قبل ما أنها هي تنطلق لمثلا مشروع أكبر منها لازم يكون عندها قاعدة لهذا المشروع. مثلا إذا هي حابة مثلا أنها تروح تكون مديرة، لازم تكون عندها خبرة، تكون عندها شهادة، تكون عندها قاعدة، تكون عندها تدريب مستمر، تكون قادرة على هالشيء علشان هي تثبت وجودها في المكان. لأن حاليا القيادة معانا، لكن بعد 5 سنوات أو 10 سنوات أتوقع القيادة بتكون مع الرجل ومع المرأة، فاللي يستحق المنصب هو اللي بيحصله بغض النظر عن كونه رجل أو امرأة. نعم، ممتاز. خبرينا أكثر عن الجلسة الثانية في الملتقى واللي كانت رسائل إيجابية للمرأة في المجتمع. الجلسة الثانية قدمتها الأستاذة نادية المهيري. نعم، وفاخرة موجودة معنا في جمعية الفجيرة، كانت عن رسائل إيجابية، وقدموا بعض الرسائل الإيجابية في طريقة أن كيف أنت تجذب النجاح حواليك، وكيف أنك أنت تكون إنسان دائما مستعد للنجاح وما تحبط. نعم، اللي حوالينك أيضا، يعني أنت تنجح وتاخذ بإيد اللي معاك، يعني مش بس. نعم، أنا وصلت وخلاص، القمة تتسع للجميع. للأسف قبل كانوا يخبرونا أن القمة تتسع لشخص واحد فقط، وهذا الشيء يعني وايد أضر بالناس اللي فاتوا قبلنا. صحيح، لكن حاليا القمة تتسع للجميع، وهذا صحيح. سريعا دكتورة، في الملتقى كانت الجلسة الثالثة القلم النسائي قصة نجاح، لو تكلمينا سريعا عن الجلسة الثالثة. استضافوا فيه العديد من الأديبات والكاتبات الإماراتيات الناجحات، تحدثوا عن تجاربهم وعن قصة وصولهم، ترجمة بعض رواياتهم، انتشار رواياتهم في البرازيل وفي مناطق أخرى، وكيف أن رواياتهم حصلت الدعم من القيادة ومن دكتورة، المرأة الإماراتية أثبتت نفسها في جميع المجالات، في العمل، في المنزل، في تربية الأبناء. أبا منك نصيحة لكل مرأة إماراتية تابعنا اليوم. نصيحتي للمرأة الإماراتية أنها تخلق توازن بين أسرتها وبين نجاحها وبين ما تريد أن تصل إليه، بحيث أنه ما في شيء واحد فيهم يطغى على الثاني، بحيث أنها هي تحاول انها مش انها تحصل على الكمال، لكن تحاول الوصول للكمال اللي مطلوب منها، لان المرأة الإماراتية في النهاية زوجة وام تسعى لتربية ابنائها. فعلا، شكرا لك دكتورة وفاء احمد الخديم، مدير منصة الترابط التابعة لجمعية الفجيرة الاجتماعية. شكرا لك، نورتينا دكتورة. نورتينا دكتورة، يعطيك العافية. سلام، شكرا لك لنهاية حلقتنا. شكرا لك مروة، استمتعت معك. شكرا لك يا عبد العزيز، ومشاهدينا شكرا على متابعتكم، وترينا باكر في نفس الموعد في أمان الله.